التعلم على الصبر والجلد ومواجهة ظروف الحياة الصعبة بكل تفاصيلها قد تكون حافزا يحول هذا الصبر إلى إبداع ينثر أملا وتفاؤلا بالحياة. وهذا ما حصل مع رند الرماوي التي حولت صبرها على غياب والدها القسري في السجون الإسرائيلية إلى مشروع يحمل اسم الصبر. والدي هو معتقل من 18 سنة عند الاحتلال الإسرائيلي، يعني البنت بتحب إنه يكون والدها جنبها، فبدها لو أي إشي صغير يعبر عنها وعن والدها، فإن شاء الله إني أكون عبرت بهاي الفكرة عنه، أو كمان إني أعطي الصبر من الصبر اللي عندي شوي للناس الثانيين، بما إنه عشت 18 سنة بغياب والدي، فإنه حابة لو شوي يعني يكون من صبري للناس. حلم رند بهذا المشروع تكون منذ نعومة أظفارها وهي تقدم كل وسائل العناية لمختلف أنواع الصبار في حديقة جدتها لتحصل على تشجيع ودعم من عائلتها التي ذاقت هي الأخرى مرارة الصبر والأمل يحدوها بتطوير وتوسيع مشروعها الذي تعمل فيه يدا بيد مع والدتها. أنا عندي هوس الصبر وهوس المانجات، فإنه كان كل ما يخرب عندي مانج كنت أروح أجيب صبرة وأزرعهم، فهذا الإشي زاد يعني زاد حبي إلى مع الوقت، وصار عندي فكرة إنه أنا بدي أبلش مشروع الخاص، فبلشت مشروع الخاص وجبت أول صبرات من هون من عند ستي، زرعتهم وروجتهم عن طريق الفيسبوك، والحمد لله لك إكبار كبير. ويبدو أن رند استمدت قدرتها على الصبر من والدتها التي عانت هي الأخرى من غياب رب العائلة الذي أصبح مصدر إلهام وتشجيع لإنجاح مشروع كهذا. يعني من أول ما بلشنا ووجهنا على هالدنيا وإحنا صبر، حبيت جوزي كان في شوية مشاكل كانت فيها شوية صبر وشوية تحدي، انسجن انجرح كله صبر صبر صبر، خلفت وربيت بنتي لحالي وعن دار سيدها، فكل إشي في هالحياة بده صبر. فكرة المشروع الذي كان يهدف من قبل رند للتعبير عما يجيش في الصدور إلا أن ازدياد الطلب عليه من قبل المواطنين حوله إلى مصدر رزق يعين العائلة على ظروف الحياة. ما كنا نتطلع انه احنا بدنا مردود مادي، يعني اكثر ما انه الصبر اللي عند رند انه توزعه على كل اللي حواليها على كل اللي بتحبهم، وحاليا في منه دخل يعني. فهي اول ما قبضت يعني قبضت كنا 55 شيكل، بتحكي لي شعور يعني كثير حلو لما الواحد ياخذ منتوج اللي صنعه. حدود الصبر في ظروف الحياة التي قد تكون قاسية لابد للإنسان أن يتجاوزها من خلال أفكار ومشاريع استطاعت رند الرماوي من ترجمتها بمشروع بات يزين مكتبات كثيرة داخل المنازل التي اعتادت أن تجلب لها الصبر من صبر هي عاشته بذاتها. محمد الصنوري، CGTN العربية، من بلدة بيت ريما.